44 سنه 20 سنه جواز، خمس قيصريات، الام في الحوض، الام خمس سنين الزوجه بتشتكي، واكيد من قبل الخمس سنين زي ما توقعنا وقلنا، ادي المنديل البطن، ادي الرحم كله لازق في جدار البطن الامامي، البطن كلها كويسه، ما عندناش حاجه لا الكبد ولا المراره ولا الطحال ولا اي حاجه، لكن منديل البطن متعلق، فده اللي يعمل مشكله ومل قيء واوجاع وانتفاخ. فات اهو ده منديل البطن اللي هو منتمي للمعده والامعاء، لازق اهو في مكان الجروح، وبينتهي وراه على طول التصاق الرحم بجدار البطن الامامي. هذا الرحم بدا يظهر انه ملتصق لغايه لما نجيله. طبعا لما بيلاقوا الام مستمره ملهاش تفسير، هتلاقي في ناس الحل عندهم شيل الرحم، يعني مش مثلا ايه سبب الالم، مش عشان الست عدت ال 45 سنه، مش عشان مخلفه لازم تسمع بمنتهى اليسر والبساطه شيلي رحمك. طب كان يفسر لنا هو ليه الالم واحنا كنا نصدقه، يعني قول لها ان الرحم متضخم لازق ومحتاج نشيله عشان كذا، واحد اتنين تلاته اربعه، انا ابقى اصدقك. نوسع لنفسنا، نشيل الستاره عشان يخش ضوء، يعني كان الشباك ستارته نازله، بسيب بقى ده منديل البطن اللي جاي منين؟ من عند الامعاء، من عند المعده، شادد بقى يعمل انتفاخ والم في المعده اهو نزل اهو. نبص هنا بقى الرحم اهو متعلق فوق اهو، تضخم، ما بيبانش انه متعلق فوق، لا بيبان. اول حاجه نعملها الوضع التشريحي لازم ينضبط، يعني معنى ايه؟ الرحم المتعلق ينزل، الامعاء تنزل، واحنا بنشتغل في الحته دي عشان دايما بيبقى في التصاق ما بين الرحم وجدار البطن والمثانه، فلازم نبقى واخدين بالنا عشان ما ناذيش المثانه. منظر حلو قوي ما بين الجدار البطن والمثانه البوليه، الرحم المتضخم بقى اهو قصادنا. نبدا بقى نصطاد الورم الحلو جدا جدا اللي كان مستخبي، نعمل له بس شوية تريملينج. ده مش الحال انك تستئصلي رحمك، الحال انك تفهمي مشكلتك ايه. مفيش حاجة اسمها كده عشان عدت 45 سنة وعاملة عندها 3 4 اطفال وانها مش هتخلف تاني تشيل رحمها. ادي منظر حلو قوي لتفسير مريضة عندها تضخم في الرحم، عندها ورم ليفي تلازق تماما من جدار البطن. ما اجمل ان الرحم يشعر بحريته. بعد كده لما حررنا الرحم من جدار البطن ومن المثانه البوليه، نبدا نعمل في خطه ازاي نصطاد ورم ليفي كبير. ان شاء الله ان شاء الله تبقى زي الفل بجد والله. زي ما بقول المريضه بجد، لو سمعتي انك انت يلا بيقولك شيلي مبيض، شيلي رحم، شيلي انبوبه، استشيري سكند اوبينيون ثيرد اوبينيون. هما بيتعاملوا ازاي وانت خلفتي وعندك مثلا 44 سنه وانت تخلفي تاني؟ السؤال الاولاني تقول له مثلا ايه؟ لا. اقول لها طب هتعملي بيه ايه؟ وبعدين خلي بالك ده ممكن يتقلب يبقى كانسر، يروح مخوفها كده. وبعدين لو شلناه ممكن يرجع تاني. بس انا عاوز اوري للناس حجم ورم رهيب. بص بقى، بص بص حدوته حدوته، يعني الورم بص داخل في تجويف الرحم ازاي. بص 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 سب ميوكس ميوم. بص بص عملاق اهو. بص بص اكستنشن بتاعه اللي جوه متاكل اهو، متاكل ليه؟ بقاله فترة تحت الالتصاق، فترة الرحم مقلوب، كونجيشن احتقان في الرحم في الأوعية الدموية. خطة بقى نحط له خطة، شوية يمين شوية شمال شوية بتناكلم بقى، وتلاقي الرحم اللي كان قد كده اللي محتاجين بقى نشيله عشان متضخم جدا. الاسم ان احنا بنشيل ورم، لكن كل حالة ليها مفصل خاص بيها
ليها خطة عمل خاص بيها، سيطرنا عليه طلعناه، الحمد لله على السلامة. هنقفل بقى وخلاص.